الواحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه اعمل لي فيها عيان بقى. أستاذ أحمد، نصيحة مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. أطلع من نفوخك إزاي؟ وأنا إيه اللي دخلني نفوخك عشان أطلع منه؟ لا أنا آسف، أنا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعة ما بتكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متأخر. نأجل الكلام اللي بعدين. أنا مش قادر أفهم أنت متضايق ليه؟ أنا مش متضايق. أمال تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج، هي السلالم دي شوية. سلالم؟ أمال عبد السلام أفندي ما بينهجش ليه؟ عبد السلام أفندي متربي على السمن البلدي. أيام ما كان الراتب يبقى شساخ وال 500 بيضة ببلاش، العمارة كانت بستة جنيه. أنا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتي. أنا لو كنت أعرف إن أنا هتجوز أصلا في شقة زي دي، كنت وصيت أمي تهتم بيا من صغري، لكن أعمل إيه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي، بكرة أجيب لك شوية فيتامينات. مش عايز زفت. أمال عايز إيه؟ أنا. طب يلا ننام. الواحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه اعمل لي فيها عيان بقى. حضرتك ساكنه هنا؟ ايوه برضه ساكنه هنا. غريبه، ما شفتيش قبل كده. اصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم واخدين الشقه اللي فوق خالص. يا الله يكون في عونك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن انا جوزي محامي هخليه يرفع قضيه. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضية. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي، وده معقول؟ طبعا، احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش، خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من السجن، ولا عشان ما بتحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقولة؟ حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ كلهم كويسين. خلاص هاتهم كلهم.